من أطلال غزة في حدا تحت، كلنا شفنا المشاهد المروعة المتعاقبة على مدى 35 يوم في غزة، وشفنا كمان أضواء الموت، القنابل المضيئة اللي بيعقبها تفجير وتدمير وقتل كثير جدا من الأبرياء، وشفنا الليلة 34 للحرب اللي فيها تم إلقاء كمية من النيران غير مسبوقة على مساحة مستشفى الشفاء في شمال غزة، وشفنا بعد كده تقارير عن جثث كتيرة جدا ملقاة ومكدسة في مدخل المستشفى نتيجة العدوان الإسرائيلي الآثم، وشفنا كمان إن جوه المستشفيات إن الطاقة نفذت وإن في عمليات على أضواء الموبايل، والموبايلات نفسها الشاحن بتاعها انتهى ولم يعد هناك شاحن آخر لهذه الموبايلات، وشفنا إن في أطفال وإن في مرضى على التنفس الاصطناعي وإن كل دول كانوا عرضة للموت ومات كتير منهم نتيجة انقطاع الكهرباء ونفاذ الطاقة في هذه المستشفيات. شفنا لأول مرة إن في تدمير متعمد للمستشفيات والمرافق الصحية، وإنه أكتر من 50 مستشفى ومرفق صحي تم الهجوم عليه بالصواريخ من قبل إسرائيل في جريمة حرب واضحة تماما لا لبس فيها. كمان إحنا مذهولين من كمية النيران التي على غزة، كمية مهولة، يعني في أول 30 يوم لهذه الحرب تم إلقاء 12 ألف قنبلة، رقم خيالي، رقم كبير جدا جدا. طبقا للخبراء كمية المادة المتفجرة التي ألقيت على غزة في 30 يوم قد 2 هيروشيما. قنبلة هيروشيما 15 ألف كيلو جرام من المتفجرات، اللي وقع على غزة في شهر واحد 30 ألف كيلو جرام من المتفجرات. إذن هيروشيما 15 ألف كيلو جرام، غزة 30 ألف كيلو جرام، يعني غزة ضعف هيروشيما، كأنك رميت قنبلتي هيروشيما، قنبلتين ذريتين من وزن وحجم هيروشيما على غزة، شيء مروع جدا. وبعدين غزة مساحتها صغيرة 300 وشوية كيلو متر مربع، هيروشيما 900 كيلو متر مربع، يعني غزة تلت مساحة هيروشيما تقريبا، بل إن مدينة غزة اللي اترمت عليها آلاف القنابل مساحتها 56 كيلو متر مربع فقط، مساحة صغيرة جدا جدا تم إلقاء كل هذه المتفجرات وقتها. علشان كده لما الجيش الإسرائيلي بيتباهى إن هو دخل شمال غزة وإنه سيطر على شمال غزة، بيتكلم على مساحة صغيرة جدا طبقا للخبراء، ممكن 1.5 كيلو في 8 كيلو. إنما الإنجاز الرئيسي للجيش الإسرائيلي قتل المدنيين، الإنجاز الرئيسي للجيش الإسرائيلي هو قتل الأطفال والنساء، مفيش أي بطولة فيما يجري. وزي ما قلت لحضراتكم إن كل هذه الكمية من المتفجرات على مساحة صغيرة جدا وعلى عدد سكان قليل، يعني إذا احنا قسمنا كمية المتفجرات التي ألقتها إسرائيل في شهر واحد على الشعب الفلسطيني في غزة، فنصيب الفرد من هذه المتفجرات 10 كيلو جرام، يعني كل فلسطيني من ال 2 مليون فلسطيني، 2 مليون 2 من 10 أو 2 مليون 3 من 10، كل فلسطيني من الشعب الفلسطيني في غزة نصيبنا متفجرات في الشهر الأول فقط 10 كيلو جرام متفجرات، شيء خيالي. بدأ بنقول نصيب الفرد من الدخل القومي، نصيب الفرد من الطاقة، نصيب الفرد من الغذاء، من التعليم، من الصحة، من كذا، لا دلوقتي عندنا معدل جديد في الاقتصاد غير موجود من قبل، اللي هو نصيب الفرد من المواد المتفجرة. فنصيب الفلسطيني في غزة من المواد المتفجرة في 30 يوم فقط بنتكلم على 10 كيلو جرام من المواد المتفجرة. قبل حرب غزة كان فيه انعدام أمن غذائي
عند جزء من الفلسطينيين بعد 30 يوم من حرب غزة، يعني وقبل الدخول في الشهر الثاني من الحرب، وصلنا إلى 100% من أهالي غزة بيعانوا من انعدام الأمن الغذائي. 100% الجميع يعاني من انعدام الأمن الغذائي. البعض بيتكلم عن الأنفاق اللي موجودة فيها حاجات كتيرة. معظم الكلام عن الأنفاق اللي موجودة في غزة كلام غير علمي، كلام غير مؤكد، هو كلام إن في أنفاق مساحتها كذا، عمقها كذا، موجود فيها كذا، كل ده كلام مش مؤكد، كلام صحافة، كلام ترويج من الخارج، محدش يقدر يعرف بالظبط إذا في أنفاق، إذا حجمها، إذا طول هذه الأنفاق، إذا إمكانات هذه الأنفاق. لكن مفيش شيء مخزن، كل ما كان مخزن في المنازل، في المستشفيات، في المدارس، في البيوت، في المخازن الغلال اللي موجودة، كل ده انتهى. دلوقتي نسبة الأمن الغذائي في فلسطين في غزة صفر، ونسبة انعدام الأمن الغذائي طبقا لبرنامج الغذاء العالمي، انعدام الأمن الغذائي يصل إلى 100%. مش بس انعدام الأمن الغذائي، نتكلم بقى على ماكينة الموت المستمرة. كل 10 دقايق بيموت طفل في فلسطين طبقا لليونيسف، مش أرقام بقى وزارة الصحة الفلسطينية اللي هي دقيقة لكن الغرب بيشكك فيها، لا، طبقا لليونيسف منظمة الأمم المتحدة للطفولة، كل 10 دقايق في غزة، كل 10 دقايق، يعني كل ساعة عندك 6 ماتوا من الأطفال نتيجة هذه الحرب الهمجية على أهالينا الفلسطينيين في قطاع غزة. يبقى انعدام أمن غذائي، انعدام أمن صحي، تدمير المستشفيات، قتل النساء والأطفال، تدمير 50% من المنازل، يعني 50% من الوحدات السكنية اللي موجودة في غزة تم تدميرها، 50%. والكلام ده امتى؟ في أول شهر. الشهر الثاني لسه ما نعرفش إحصاءاته، لكن كل يوم بتزيد هذه الأرقام. النازحين، النازحين بقى وضعهم مأساوي، وصلنا إلى أكتر من 1.5 مليون من النازحين. احنا بنفرق بين النازح واللاجئ. اللاجئ اللي يطلع بره الدولة، النازح اللي هو بيته اتدمر، حياته اتدمرت وساب المدينة وراح مدينة تانية جوه الدولة، وده مفيش فرق كبير قوي عن التاني، لأنه في كل الأحوال مش قاعد في بيته ولا قاعد في مدينته ولا قاعد في المكان اللي عاش فيه، بيته اتدمر تماما فبقى مشرد، فالنازح هو المشرد. دلوقتي عندنا أكتر من 1.5 مليون من الذين شردوا وأخرجوا من ديارهم ودمرت منازلهم في قطاع غزة، شيء خيالي. أضف إلى هذه الدراما إن كان فيه لاجئين فلسطينيين، اللاجئين دول من 48، يعني بيوتهم اتاخدت واتسرقت في 48، وتم قتل عائلاتهم وتهجيرهم اللي هو تهجير النكبة 48. فالناس دول راحوا قطاع غزة، عملوا مخيمات هناك زي مخيم جباليا اللي إسرائيل ضربته، كذا مخيم موجود، مخيم الشاطئ وما إلى ذلك. فالناس دول لاجئين، لاجئي 48، جم 48 لما خدوا الإسرائيليين منازلهم عملوا مخيمات في غزة. جت إسرائيل في حرب 2023 دمرت المخيمات، فبقوا نازحين، يعني هم في حرب 48 لاجئين، قعدوا في مخيمات، اتضربت المخيمات، خرجوا برا المخيمات فبقوا نازحين، فهم لاجئين ونازحين في نفس الوقت. شيء خيالي إن حد يخرج مرتين، مرة كلاجئ ومرة كنازح. هذه الظلمات التي صنعتها إسرائيل في فلسطين ظلمات قاسية، وهذا الجرم جرم كبير وغير أخلاقي وغير إنساني، ولا يمكن أن يوافق أي دين أو شرع، ولا أن يوافق أي قانون دولي أو قانون دولي إنساني. اللي حصل كارثة أخلاقية بكل المعايير، تتحملها إسرائيل وحلفاء إسرائيل وأعوان إسرائيل، لكن في كل الأحوال عدالة السماء قائمة، وحتى العدالة الإنسانية
ستكون فاعلة في وقت ما، ولا يمكن أن يفلت المجرم إلى الأبد من العقاب، والحساب قادم.